السيد أمين صاحب جلالة المؤسسات، السيد وكيل المليك، السيد رئيس المحكمة الإسلامية المؤسسات، أيها الحضور الكريم. سفير مديرية العمل الأمن الوطني في 16 من كل سنة ذكرى السياسية الغالية والتي تصادف هذه السنة ذكرها 62، وهي مناسبة زاخرة بالمعاني الوطنية الصادقة تستحضر فيها أسرة الأمن الوطني ماضيها المجيد وتستشرف مستقبلها الواعد في كنف مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه. أيها الحضور الكريم، إن هذا الجهاز أنيط به صار على أمن المواطنين وحماية ممتلكات المحافظة على المكاسب الوطنية ضد الأعمال الماسة بأمنه الداخلي والخارجي، وكذلك تلك التي تستهدف وحدته الترابية أو الأساس من مؤسساته. وفي سبيل ذلك عمدت مديرية العامة للأمن الوطني إلى صور آليات عمل وتقنية التدخل واعتماد الأساليب العلمية للأبحاث الجنائية وتوسيع نطاق التواجد الميداني سلبية للحاجيات الأمنية المتزايدة التي يفرضها امتداد النسيج الحضاري، وما يقتضي ذلك من تصريف لشؤون المواطنين كما حصلت على سئيل العنصر البشري واستمرار منهج التكوين لضمان المناخ السليم لممارسة الحرية الفردية والجماعية والتوفيق والموازنة بين الحق في الحرية وحق المجتمع في قصص من المخالفين للدورة الاجتماعية والارتقاء بدور الشرطة من جهة إفراط الأمن والمحافظة على النظام العام إلى مرفق خدماتي لأبعاد إنسانية واجتماعية. كما أن مخطط التواصل والانفتاح على المواطن والإعلام والفضاء التعليمي والأكاديمي والهيئات المهنية يضيف إلى ضمان التفاعل المباشر للمؤسسة الأمنية مع محيطها وملامسة ميدانية الاحتياجات الأمنية وطبيعة المنتوج الأمني المأمون وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة وفق رؤية تشاركية. إن عمل المنطقة الإقليمية للأمن هو تجسيد للسياسة المديرية العامة للأمن الوطني القائمة على تسبير العقلاني الشأن الأمني والحكمة الجهية، فكل مكونات هذا الجهاز تعمل بتفاني ونكران للذات انسجام تام وفق استراتيجية تروم إرساء قواعد الأمن والطمأنينة والتصدي بحزم وصرامة لكل مظاهر الإنحراف وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الشعور بالوحدة الأمنية تابعة لمصالح هذه المنطقة، كانت مكونة بنتائج مساعدة يمكن أن أطيب على الأقل عنها في فترة متدامة بين 16 ماي 2016 و 16 ماي لهذه السنة. خلال هذه الفترة وخصوص جرائم الماسة بالأشخاص تم تسجيل توقيف 629 شخص من أسرة 516 قضية. فيما يخص قضايا ديال الضرب والجرح تم التوقيف خلالها 345 شخص. أما فيما يخص جرائم الماسة بالأطفال فقد تم التوقيف مجموع 212 شخص من أسرة 1932 قضية، قد ضمن كذلك حتى اعتداءات اللي كتهم أطراف ديال الأسر. فيما يخص جرائم الماسة بالأموال والسرقة والاستيلاءات تم توقيت كذلك مجموع 1210 ديال الأشخاص. فيما يخص جرائم ديال المخدرات والتجارة فيها تم توقيت مجموع 3842 شخص من أصل 3949 قضية. أما ما يخص جرائم ديال السوق والتجارة في المخدرات وكذلك سوق السياقة في حالتي فتم توقيف ما مجموعه 3633 شخص. فيما يخص الأشخاص اللي ضربوا عندهم حيازة ديال الصحة البيضاء وسبب الأنواع ديالها فتم توقيف ما مجموعه 339 شخص. باقي القضايا الأخرى اللي ما يسمح لنا الوقت باش أننا نصدرها بالتفصيل كتهم تقريبا مجموعه 5292 قضية تم توقيف خلالها 6964 شخص. للإشارة كذلك بلغ عدد الموقوفين مجموعه 39949 شخص، هادو كيهمو الأشخاص اللي مفروضين في
قضايا الأصل جيني الجناح كذلك الأشخاص اللي هما بالشباب فيهم وخضعوا للعملية ديال التنقيح. أيضا تم إخضاع 10,566 شخص لتدابير حراسة نظرية لتوقعهم في في سلوكات إجرامية سواء ذات طابع جنحي أو جنائي، من بينهم 822 شخص المبحوث عليه ونشر الوعي بالأخطار المحدقة للنشأة وكذا الإسهام في تربيتها على قيم المواطنة والابتعاد عن كل مظاهر الانحراف، تشبع بثقافة بناء المجتمع المواطن، استعداد الإنسان لتكوين ناشئة سيكون على عاتقها حمل مشعل البناء، تطور التقدم ومواجهة التحديات المستقبلية لوطننا الحالي. وفي إطار نظم جودة من الدولة لفائدة ساكنة الجامعات الترابية التابعة لقناة لمنطقات نسيق مع السلطات الأمنية ومتابعة بشخص سيد عامل صاحب الجزء على الإقليم لحملات لتسميم بطاقة وطنية مختلف الدوائر والجماعات خلال فترة مستدامة بين 16 مايو السنة الفارطة 16 مايو لهذه السنة، وبين هذه الجماعات نذكر على سبيل الذكر الحصر جماعة روماني والناس عين سبيت مدرسة صبان مشروش بغشوا جماعة سمود بلاد رغولة نزحية تيكون العزيز جماعة سمود بلاد تيكون اسم خمين وغيرها، وهذا طبعا تقريب خدمات الإدارية من المواطنين وقاطنين هذه المرضح ورفع عيبة تنقل عنهم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهم وكذا المرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة وبالإنس الصحصة على التنقل إلى غاية هذه المنطقة. وجدول الإشارة إلى أن هذه الحملات من تعريف فقط إنجاز بطائق وطنية الإلكترونية أيضا برمجة عملية تسليم البطائق المنجزة بالعين المياه. ولا تفوتني هذه الفرصة دون تقديم نيابة عن السيد الوزير العام للوطنية جزيل الشكر السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم الميزات على تنمية متوسطات والفرق العمومي، والشكر موصول كذلك السيد رئيس مجلس الأمن السابق والسيد مجلس البلديين والمخميسات اكتفاء الكورف والسيد المصالح الخارجية وسائل الإعلام المحلية والوطنية وكل مكونات المجتمع المدني دون استثناء. وفي الختام وبهذه المناسبة الغادية باسمي خاص ونيابة عن جميع طول موظفي الشرطة العاملين بهذه المنطقة الإقليمية الآن، نسبي اسم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم وخميسات أن يرفع الأسود العالي لله آيات الوفاء والإخلاص لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس، معاهدين على أن نقع علما لا تنال، صاغرين على أمن البلاد والعباد، معبرين عن شوكتنا الدائم بأداب العرش العربي المجيد، مجنبين وراء عاهدنا المفدى لرفع التحديات وتحقيق الأهداف السامية للمغرب الجديد تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاحترام حقوق الإنسان في كرب دولة الحق والقانون تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.